عندها لقطات للكلب اللي نزل الملعب خدناها من يلا كوره، بنشكرهم شكرا جزيلا زملاء الاعزاء في موقع يلا كوره، هم اللي امدونا باللقطه دي. كلبه. هم المشكله عند الاخوه في السنغال. كويس انه الكلب راح الكوره، راح بيلعب الكوره وفرض الامن، طبعا هو خطا فرض الامن مش عايز الكلام يعني، راح له بسرعه وجابه ما خدتش 10 ثواني. هم مشكلتهم تخيلوا ده سحر، عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين. قالوا ان ده، وبص حضراتكم قوات الامن يعني ربنا يكون في عونهم يعني، والضغط برضو عليهم. دي لقطات بتذاع، هم حضراتكم حتى لا خافوا ولا جروا، ده في حد يمكن واقف كمان بيصور، هنعيدها لكم تاني. نشكر جدا زملاء الاعزاء في يلا كوره يعني. يمكن ما خدتش، ما لحقتش، هو شاف الكوره جري ورا الكوره ما جريش ورا اللعيبه. فالاخوه في السنغال تخيلوا ان ده يعني خاص بالسحر. رجال الامن طبعا بيأمنوا المدرجات وبيأمنوا الملعب وبيأمنوا التراك وبيأمنوا التمرين وبيأمنوا كل حاجة موجودة يعني، بس ما كانتش محتاجة بصراحة لاخواننا الاعزاء في السنغال كل الهيصة دي مع هذا الترحاب وهذه المودة اللي احنا تعمدنا ان احنا نظهرها للناس عشان يشوفوا الاستقبال عامل ازاي والبلد عامل ازاي والدنيا عاملة ازاي والحدوتة عاملة ازاي يعني. يعني هو عموما بتبقى الاعصاب مشدودة، لكن ده يبين بعنف القصة مزوزة.